ربنا إلى رحمة الله تعالى وغفرانه. المرحوم بإذنه تعالى الأستاذ الفنان الشاب المبدع محمد بن مروان قنوع أبو مروان. نحكي شيء هلا، أنا مصدوم حقيقة، مصدوم محمد، يعني صعب تقول حتى الله يرحمه، يعني الكلمة لازم تنقال شيء طبيعي، يعني خلص راح الله يرحمه، بعمره ما فاجأ حدا أبدا، لا صغير ولا كبير، هلا فاجأ الجميع فرد مرة، فاجأة كبيرة كثير وصعبة كثير، وصدمة الحقيقة أكبر من صدمة، يعني ما بنحكي شيء، يعني الله يرحمه. طيب جزيل الشكر لك. الموت حق طبعا، ان لله وانا اليه راجعون كلياتنا، بس طريقه صعبه، الموت الفجائي كثير صعب، بس انا بقول الحمد لله انه هو زار ربه بالدنيا قبل ما يزوره بالاخره، راح عمل عمره الله يتقبله منه يا رب ويكون مسواه الجنه. خساره كبيره لنا وللوسط الفني والانساني والاجتماعي، والله يرحمه. صدقني لا ماني مصدق، انا عن جد عم بحكي مو مزح، يعني بهي حال الدنيا انا دائما بطمن عليه وبسال عنه، يعني ما في شيء، يعني دائما خاصة هلا هو برمضان هذا اللي راح عمل كم مسلسل ما شاء الله اللي ابدع فيه، ابدع خسارة كبيرة. محمد خسارة كبيرة، الله يرحمه، الله يصبرنا جميعا. محمد غادرنا مبكر، يعني ورحيله كان مفاجئ، لذلك الحزن كثير عميق على محمد، بدنا نضل العمر كله نبكي محمد ونذكر محمد، الله يرحمه، الله يصبر أهله، أسرته، ابنه وبناته، الله يصبرنا جميعاً، العمل للجميع، الله يرحمه يا محمد.